السلام عليكم، معكم فايزة ملكشي من مدينة ثنية ولاية بومرداس، شاعرة فنانة مسرحية ومراسلة صحفية. رسالتي لكل المواطنين العزاز على قلوبنا، نقول لكم ريحوا في بيتكم، ما تخرجوش، فيروس كورونا راهي دور، لازم الحيطة والحذر، ما تخرجوش إلا لضرورة، وفي البيت التزموا بقواعد النظافة، كثروا من الدعاء لله سبحانه وتعالى به يرفع علينا هذا الفيروس هذا. استغلوا الأوقات هذه بقراءة الكتب، اللي عنده هواية يمارس هوايته في البيت، وحاولوا ترجعوا هذيك اللمة العائلية تاع زمان. للأطفال نقول لهم أطفالي الأعزاء، ما تخرجوش من المنزل، سمعوا رأي والديكم، استغلوا الأوقات هذه في مراجعة دروسكم، في المطالعة، القراءة، اكتشفوا موهبتكم، اللي عنده موهبة يطورها، مارسوا الأشغال اليدوية. رسالتي كذلك خاصة نوجهها إلى المعنيين اللي قادرين وتسمح لهم الظروف، كاينين مرضى، كاينين أرامل، يتامى، فقراء، محتاجين، كاين اللي عايشين وحدهم وما عندهمش اللي يقوم بهم. حاولوا ونحاولوا كما الناس بزاف راهم يحاولوا كذلك، نساعدوهم، وأجر الجميع على الله. لكل مواطن نقول لهم أعزائي عزيزتي، ما يكفيش أننا نخمو فقط على نفوسنا وعائلتنا، نسقسوا على بعضنا، نتفقدوا بعضنا، يا لو كان مكالمات هاتفية، ونطلبوا ربي سبحانه في كل وقت باش يرفع علينا هذا الفيروس من كل كرة الأرضية، وربي يحفظنا ويحفظكم من كل أذى يا ربي. ريحوا في دياركم، والسلام عليكم.